المورد الثالث عشر، فقد ذكر العلامة الدهلوي أنه الزهري قد ابتلى بصحبة الأمراء، قد ابتلى بصحبة الأمراء بقلة الديانة. ليأتي الزهري وليأتي من ينتقد الزهري والسيستاني بأي ابتلاء، ابتلاء رسائل ومواصلات مكثفة مع المحتلين مع الفاسدين، لا الشغل ولا مشغلة، عاطل عن العمل، لا كتابة لا قراءة لا دراسة لا صوت لا صورة لا إشارة. يقول إنه قد ابتلي بصحبة الأمراء بقلة الديانة، وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكرون ذلك منه، وكان يقول أنا شريك في خيرهم دون شرهم، فيقولون ألا ترى ما هم فيه وتسكت. الدهلوي رجال المشكات ترجمة الزهري. أقول الله يرحمهم ويرفع من شأنهم، وهم يأخذون على الزهري عمله في البلاط الأموي، الله يرحمهم ويرفع من شأنهم، وهم يأخذون على الزهري عمله في البلاط الأموي وسكوته على فسادهم ومنكراتهم. فتعالوا يا علماء الأمة وشاهدوا السستاني الذي لم يكتفي بالسكوت على الجرائم والفضائح والمنكرات والفتن والفساد، بل صار مؤسسا وفاعلا وقائدا لتشريع الاستعمار والاستغلال واحتلال الشعوب والبلدان وسلب ونهب الثروات والممتلكات وتجييش الناس وإثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم، حتى التقاتل، حتى التقاتل وسفك الدماء وإثارة الفتن والبلابل والقلاقل بينهم حتى التقاتل وسفك الدماء وتهجير الناس وإبادة المدن كاملة والإنسان، إضافة إلى تشريع المنكرات والإباحيات والمثلية والفلنتاين والمجون والطرب والغناء، فله الخزي وله العار وله نفحات من نار وفي النار.